قبل؟ شو اسم هالمدرسة كان؟ مو بيعرف مكان سايبر افا. شو كان اسمه؟ الظريف يمكن. لا 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 رمل الظريف يمكن او هيك. اي ما تبدلوا للاسم؟ مو بعرف والله ما كان اسمه تلاقيت رمل الزيدانية. رمل الزيدانية الثانية روضة السيدة رفقة عبدالله تاجر رسمية. بدل هيدا الاسم عندك عشية؟ أكيد كيان عن حدا بس مين ما بعرف. مين بتتوقع تكون؟ رفقة؟ بعرف أنا قديسة اسمها رفقة. القديسة رفقة بس نحن كنا بنتمنى إنه يحطوها القديسة رفقة، حطينا السيدة رفقة، ما بعرف إذا هي ذاتها ولا غيرها. السيدة رفقة؟ مين السيدة رفقة؟ ما بعرف. عبدالله تاجر. بكون القديسة رفقة هيدا. أو لك هيك؟ معقولة؟ عملوها هيك طائفية أنا؟ بتعرفي انا ما كنت تقديري للوزير وحتى لإله صداقتي معه وزير صديقي انا لو محله ما بعملها لان امي هلا طبعا والدته كانت من احد المربيات المعروفات يعني على صعيد التعليم وهذا يعني عاده المدارس ممكن انه تسمى باسماء مربين باسماء اعلام باسماء اشخاص عندهم علامات فارقة على بصعيد العمل الوطني على صعيد الحالة الثقافية على صعيد العمل السياسي يعني بتعرف مثلا في مدارس أطلق على اسم الرئيس الإمام عوض في مدارس تسمت باسم مثلا دكتور حسن صعب كامل الصباح مثلا كامل الصباح يعني إلى آلية معينة هذا الأمر يعني الترشيح يكون من عادة من قبل المجتمع المدني أم من قبل البلديات أم من قبل أو كعرض الوفاء بتكون من الوزارة لهؤلاء المربين. السبب من تبديل اسم المدرسة باسم والدة الوزير حسان دياب لا جواب من سعادته كما لا جواب على جملة من الأسئلة تناولناها في ملفات القضية الاجتماعية فما عليه لا يحب المقابلات. يمنى فواز قناة الجديد.